دور رئيس الجمهورية. على العموم كل اللي نزلوا ورشحوا نفسهم المرة اللي فاتت لا يصلحوا ان هم يبقوا رؤساء جمهورية، علما ان البلد عايزة رجل قوي ويمسك البلد صح، ولا يصلح الا السيسي. هو اصلا السيسي وقف جنب ثورة 30 يونيو وحماها، والحمد لله رب العالمين شلنا الاخوان، ولما هم نزلوا قدام الاخوان ما عملوش حاجة ولا جابوا اي ارقام، حتى لو كان بالتزوير برضه ما كانوش هيعملوا حاجة. لا والله انا مش شايف اي حد من اللي كانوا في الساحة قبل كده انسب لرئيس الجمهورية، لان الناس ديت من بعد الثورة ما حدش وقف وعمل اي حاجة تصالح البلد، كله بقى بيبص لاتجاه نفسه وبيبص لان هو يبقى ايه الافضل في الساحة ويظهر في الكاميرات وخلاص. كان حمدين صباح ولا ابو الفتوح ولا كل اللي كانوا مترشحين معاه بامانه، يعني الناس دي لو بتحب البلد صح كان من بعد الثوره كان كلهم وقفوا مع بعض حتى لو مع الرئيس اللي ماشي، وبرده ظهروا بطريقه افضل من كده. انما للاسف ما حدش وقف، كل واحد بقى في اتجاه، وكل واحد بقى يفكر ازاي يعمل حزب لنفسه ويعمل قاعده لنفسه في البلد ويعمل نفسه ايه مستقبل الكرسي الجديد. فانا مش شايف ان حمدين صباح يزبط ولا اي حد من الساحه اللي موجودين. بالنسبه للفريق السيسي هو طبعا ينفع وكل حاجه، بس يعني افضل ان انا افضله ان هو يبقى قائد قوات الجيش زي ما هو، ده الافضل يعني. هو الاستاذ حمدين بصراحه شعبيته خلاص انتهت بالنسبه للعب دور رئاسي او دور اي دور حتى لو في وزاره حتى. لا انا اديته صوت المره اللي فاتت وندمت عليه. هو مين؟ حمدين صباح. طب انت شايف مين يعني؟ هو لا يصلح حتى، لا ولا يصلح حتى رئيس جمهوريه ولا يصلح حتى نائب. طب انت شايف مين يجي انسب المرحله الجايه؟ يعني كل اللي موجودين على الساسه ما فيش حد فيهم لسه ظهر، لسه احنا ما نعرفش مين اللي هيجي.